السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة إن شاء الله الفيديو بسيط لكنه مهم جدا. لما يكون عندك دكر أول شغل ويروق بيضة وبيضة تطلع سليمة، مش عايزك تجري تقول إن الدكر ده تعبان وبيروق واللي مفيش أي حاجة من الكلام ده. ده أول شغل، اول شغل دوت يعني هو لسه زي واحد بيتدرب على حاجه جديد، يعني ممكن يكون معرفش يكسر على النتايج كويس لانه لسه اول شغل، وممكن يكون هو لسه الهرمونات ما اتظبطتش في جسمه. المهم ان انت ما تجريش على الهيه سيلينيوم وعلى غيره. ليه؟ لان هو لسه صغير، لسه الجسم بيظبط هرموناته لوحده، فاحنا مش عايزين نديله حاجه خارجيه قد تضره، لان الجسم عامه جسم اي كائن حي سبحان الله بيفرز الحاجه اللي هو محتاجها. فلما انت بتديله جرعه خارجيه ما بيفرزش الحاجه، بيبطل يفرز الحاجه اللي هو محتاجها وبيعتمد على الجرعه الخارجيه. تيجي انت تبطل تديله الجرعه الخارجيه طبعا بيتعب. فعلشان كده لو الذكر اول شغل وروق في بيضه مفيش مشكله، تجريش على اي علاجات، تصبر عليه، تشوف العش التاني، تشوف العش التالت، لان هو زي ما قلنا في البدايه لسه زي واحد بيتدرب على حاجه، مش ما فعادي يعني، مش ان هو وحش. انت بتعمل ايه؟ بتزود عليه في التمليح، مفيش تمليح قدامه، بتديله كلفه سليمه. لكن اهم حاجه ما تجريش على العلاج لانه لسه شاب صغير، ما ينفعش تبدا معاه بعلاجات قويه تضعفه. يعني تديله انت السيلينيوم من بره، الجسم يبطل يفرز السيلينيوم اللي محتاجه، فهيعتمد عليك. زي بالظبط النيكوتين، الجسم بيفرز نيكوتين. لما انت بتشرب سجاير، ده على مستوى الانسان، بتشرب سجاير بتدي جرعه نيكوتين زياده، الجسم بيبطل يفرز النيكوتين، بيعتمد على الجرعه الخارجيه. لما تيجي تبطل تديله الجرعه الخارجيه هتبطل سجاير، هتلاقي نفسك بتتعب لان الجسم محتاج نيكوتين وانت مش بتديله. هيقعد فترة على بال ما يبدأ يشتغل تاني ويفرز المادة اللي هو محتاجها. علشان كده لو الذكر الجديد روق في بيضة في عصوية واحدة أو حتى في العش كله، متقلقش، بتسيبه عش واتنين لحد ما تعرف والذكر العيب في الذكر ولا في النتاية ولا مفيش عيب. أنا رأيي إنك مش هتلاقي عيب، يعني من تاني عش هيبدأ الزغلولين تلاقيهم موجودين بإذن الله. تعالوا نشوف الذكر اللي عندي عمل إيه. أهو دوت الذكر، ودي النتاية زي ما انتم شايفين. طبعا دي النتاية واقفة على الزغلول، طبعا ما شاء الله زغلول كويس وصحته كويسة، ودي نتاية قوية برضو ان شاء الله الزغلول هيطلع اقوى. لان دي خلاصة التهجين، ان شاء الله الجيل ده يطلع اقوى جيل. ده طلعت زغلوله واحده، البيضة التانية طلعت مروقه. طبعا الذكر نزل اهو، ده الذكر كده والنتايه. شوف العين باينه ازاي ما شاء الله بتاعت الذكر. الجيل اللي طالع ده اخر جيل في التهجين ان شاء الله. المهم دوت كده زي ما انتم شايفين الذكر عامل ازاي، والنتايه قدامكم والزغلول. فالذكر ده اول شغل والنتايه اول شغل بس كبيره، يبقى زي ما قلت ما تجريش على حكايه اي علاج. طبعا انا هوريك صحه الذكر الوقت والنتايه عشان تتاكد ان هم صحتهم كويسه. المهم في النهايه زي ما قلت لكم الذكر بيبقى ما شاء الله كويس، وهو لسه عليه ريشه حتى باينه من بعيد اهي. فطبعا الواحد ما يستعجلش عليه، المفروض هو ما اشتغلش دلوقتي، بس انا لما لقيته هيعمل قلق في المكان فديت له النتايه. يبقى لازم تبقى فاهم ان هو لسه بيظبط اموره، ما تجريش على اي ادويه، خليه يطلع جسمه قوي من نفسه. حكايه السيلينيوم دي لما يكون ذكر كبير بيروق، لما يكون مثلا ذكر في نص العمر كده تديله سنتي على اللتر كل شهر شهرين ثلاثة تساعده.
لكن لسه صغير ده سيبه لما تحكم عليه من تاني وتالت عش، تعرف بعد كده هو طريقه ايه، هيبقى محتاج للسيلينيوم ولا هو طبيعي. اهم حاجة ان احنا ما نجريش على العلاجات بسرعة. دي خلاصة الكلام، ان العلاجات دي لما نكون محتاجينها بس. بص انا عندي السيلينيوم اهو، شايفين القلبة زي ما وريتكم السيلينيوم موجود، بس انا مش بجري على العلاج. يعني امتى بستخدمه؟ زي ما قلت في الحمام الكبير، لكن في اللي لسه بيبدأ ده ممكن تديله جرعة 1 سنتي على لتر مية كل 3 شهور علشان احفز جسمه ان هو يشتغل. ما اديلوش حاجات خارجية كتير، يعني كتر الحاجة الخارجية بتأثر على جسمه بالسلب مش بالإيجاب. اتمنى تكون الفكرة وضحت، ولو في اي استفسار اكتبوه لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.